سيدي قناة مرابطون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ضمن حلقة جديدة من برنامج المشهد. طبعا يسير الحديث هذه الأيام عن التعديلات الدستورية كيف ستجرى، وفي خضم ذلك التقى رئيس الجمهورية ببرلمانيي الأحزاب المشاركة في الحوار الأخير، الأغلبية وجزء من المعارضة. وكان البرلمان كذلك قد استدعي لجلسة فوق العادة، ابتدأت الأربعاء المنصرم وسط حراك مؤيد ومعارض. وسنبحث تداعيات هذا الموضوع مع المصطفى والمحمد محمود المدير الناشر لوكالة المرابع ميديا. أهلا بكم جميعا إلى وقع المشهد، أهلا بك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. يعني جلسة برلمانية فوق العادة وحراك أمام البرلمان، مناصر من جهة ومناهض من جهة أخرى للتعديلات الدستورية طبعا، وسط حديث عن تعديل الدستور وبواسطة البرلمان. ما قصة التعديلات الدستورية الآن بعد أن كانت متوقعة قبل نهاية العام المنصرم بعيد انتهاء الحوار الذي أفضى إلى هذه النتائج، يعني وعبر استفتاء شعبي؟ شكرا جزيلا، شكرا لقناة المرابطون على هذه الاستضافة. واضح أن فيه توجه رسمي لتنظيم مؤتمر برلماني على التعديلات الدستورية، هذا ما عبر عنه رئيس الجمهورية خلال لقائه الليلة البارحة في حفل عشاء نظمه على شرف أغلبيته في القصر الرئاسي. واضح أيضا أن هذه التعديلات الدستورية التي نتحدث عنها هي تعديلات تمس الإطار العام وليس الإطار الخاص، هذا حسب فقهاء الدستور الذين يتحدثون عن الدستور. واضح أن هذه التعديلات الدستورية هي في إطار عام وليس في إطار خاص. يعني كيف نفهم بمعنى هذا؟ كيف نفهم هذا؟ بمعنى أنها ليست تعديلات ظرفية، وليست تعديلات آنية، وليست تعديلات لصالح نائب أو لصالح رئيس. عندما ننظر أن المواد التي سيتم تعديلها هي مواد عامة وليست خاصة. طيب ما دلالة ذلك؟ يعني نتجاوز هذه النقطة قبل أن نفهم جيدا. لا، واضح زميلي، هذه التعديلات الدستورية التي نحن في صددها والتي استدعيت الدورة البرلمانية من أجلها هي تعديلات ليست لرئيس الجمهورية وليست للمواد المحصنة وليست أيضا لنائب أو لشخص. طيب ما جدوائيتها إذن؟ جدوائيتها أهم من ذلك، هي أكبر، أنا قلت لك هي عامة أكبر من ذلك. طيب ما هي جدوائيا نريد أن نعرف؟ عندما نتحدث عن التعديلات الدستورية نتحدث عن أمور جوهرية، وهذا أشار إليه بعض النواب عند الافتتاح وأشار إليه رئيس البرلمان في افتتاح الدورة، وأنا شخصيا أعتقد ذلك. هي ترسيخ لقيم الديمقراطية، بمعنى أن 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 عندما نأخذ مثلا العلم الوطني و و و و و ونتركه ونترك الآيات القرآنية على جانب من غير أن 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 يجرى عليها أي شيء، ونضع خط أحمر، أنا كمواطن موريتاني أشعر بالفخر. لماذا؟ لأن ذلك يزيد من حماس أبناء هذا الوطن الشهداء، حتى في المقاومة ومن تورين لمضيطي لشهدائنا أيضا في المؤسسة العسكرية من الاستقلال حتى اليوم. معنى أن هذه التعديلات الدستورية زاد ليست لأشخاص، وإنما هي لشعب بأكمله. وهناك توجه رسمي أن الظرفية الحالية سيتم التصويت عليها عن طريق ممثل الشعب. طيب. وهو قبة البرلمان. سنأتي إلى تلك النقطة، لكن لا أريد أن أتجاوز، يعني هو الحديث عن التعديلات قلت في سياق عام وليست لمصلحة خاصة، يعني هذا ما فهمته وواضح. صحيح. لكن يعني ما أريد أن أفهمه، يعني إضافة خط أحمر ستضيف حماسا إلى العمل هي التي ستنهض همم الناس، خط أحمر في العلم أو نطرح أيضا آيات قرآنية،
وغالبا ما تنتقده بعض الأوساط الإعلامية ومفكرين ومثقفين البلد هو طرح القرآن على جنب. يعني هذا ما ينتقدونه هو يرون أنه يجب أن يطرح على جنب. يعني في النهاية هذا كيف يؤثر؟ هذا كيف ما هو ممسوس في النهاية؟ ماذا سيستفيد المواطن إن وضعت خط أحمر في العلم أو أصفر أو لا؟ احنا شوف احنا هنا يعني نتحدث عن أنا أريد أن أقول لك أنا لا أنت تتحدث عن الشعب معرض جزء من الشعب لا تتحدث عن الشعب لكن لا أريد أن يفهم نحن نتحدث عن أغلبية ولا نتحدث عن معارضة نحن نتحدث عن وطن احنا وطن أكبر والوطن في أغلبية وفي معارضة أكبر يعني. من المعارضة هو في أغلبية وفي معارضة في أغلبية وفي معارضة لكن احنا نتحدث هذا هو الوطن عن يعني احنا نتحدث عن أكبر عن من نفسه لا يعود احنا نتحدث عن وطن وعن شيء يعود للوطن بالنفع يعني إضافة لون إلى العلم سيعود للمواطنين بالنفع سيحصل ليس بهذا النوع من التقزيم يا أستاذ اسمح لي لا هذا ليس تقزيم هو سؤال فقط لنفهم البعد الذي تقصدونه بهذا لا ليس أنا ما أقصده هو أننا تذكرنا أنا دائما أسأل الناس في السن عن العلم الوطني كصحفي كمواطن موريتاني عادي أسأل لا أستطيع أن يجيبني أحد جواب شافي كيف يعني لم أجد أحد كنا نسمع عن العلم الأخضر يعني الخضرة يعني ذلك مشتق من ماذا يعني هذا هو السؤال في السماء والهلال ضموز الدين الإسلامية وذلك اللون الأخضر يعني هذا ما نسمعه كنا أنت صحفي ومتطلع فهمت عندما نسأل أنا سألت رجال عندهم خبرة عندهم تجربة كبار في السن عاشوا زمن الاستقلال لم يجيبوا جواب شافي ما هو مصدر العلم الموريتاني؟ طيب يقولون باكستان يقولون يعني أشياء لا تصدقها كمواطن موريتاني. أنا عندما يتذكر هذا النظام أو المعارضة أو أي مواطن موريتاني المقاومة لا يمكن أن أعارضه. يعني شهدائنا لازم عندنا شيء يميزنا عن الآخرين. وهو الخط الأحمر. يعني. والله ما, 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 ما هو ما هو بسهولة يعني ما هو بخط أحمر بسهولة يعني. إحنا عندما نقول خط أحمر. لا بأس خطان. عندما نقول خط أحمر أو خطان. المشكلة أو المسألة هنا لا تتعلق بخطان. لا هي تتعلق بالعمق بالجوهر. الجوهر أكبر من الظاهر. إحنا نتحدث عن الجوهر. الجوهر الذي يوجد في قلوبنا محبة هذا الشعب محبة التضحيات لأجدادنا طيب وأبائنا ومجاهدين ومؤسسة العسكرية دعني أقول لك ليست في هذا السياق دعني أقول لك الأمور البسيطة دعني يعني دعني أقول لك وجهة نظر بعض الأطراف السياسية في سواء كان المنتدى أو الأحزاب المعارضة الأخرى التي تحدثت عن 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 التعديلات الدستورية هم قالوا أن الوضع الاقتصادي والوضع الذي يعيشه المواطنين وصفوه بالصعب والأسعار الغلاء الأسعار إلى آخرهم تلك الظروف يعني يتساءلون من حيث المبدأ يقولون نحن لسنا ضد أي تعديل دستوري يأخذون البلد هذا من حيث المبدأ لكن كيف مجد وأية تعديلات دستورية يعني ليست شكلية كما يقولون في هذا التوقيت وهناك أمور أكثر يعني أولى لبحثها وللانشغال البلد فيها ويتهمون النظام بأنه سيشغل الناس في تعديلات شكلية لا علاقة لا تمس حياة المواطن يريد أن يشغلهم بها وهم الآن يعيشون ظروف معيشية صعبة وكذا 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 يعني يرون أنها شكلية يعني أنت كيف ترى هذه الصورة؟ ماذا تقصد يعني؟ يعني التعديلات الدستورية الآن تغيير علم تغيير نشيد هذه مسائل تقول الجهات يعني المناهضة أنها جهات شكلية مقارنة مع وضع المواطن يحتاج إلى علاج تنشغل الناس بتعديلات شكلية لا تمس المواطن في أي شيء لا تفيده في أي شيء وتترك ظروفه الصعبة التي يعيشها دون علاج ارتفاع الأسعار ارتفاع إلى آخره يعني الأولى من الحكومة أن تنشغل بهذا هكذا يرون شوف أنا لست ناطقا باسم الأغلبية ولا باسم المعارضة أنا قلت لك صورة فقط للتعليق عليها أنا قلت لك صورة أريد أن تعلق عليها لست محتاج التبرير عن نفسك أيوة في اعتقادي بأن التصويت البرلمان على التعديلات الدستورية ليس فيه جهدا مكلفا ولا 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 شاغلا أيضا المواطن عن 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 عمله اليومي عكس الاستفتاء الشعبي وهذا ما قاله رئيس الجمهورية الليلة البارحة في حفل العشاء مع أغلبيته ودائما في كلمة أنا استبعدها جدا أن يقول هذا مكلف
قاموس الدولة ما في شيء مكلف. أنا لم أقول لك مكلف، وهم لم يقولوا مكلف. هم قالوا مكلف. يتحدثون عن استهلاك الإعلامي. قالوا أن تنشغل الناس إعلاميا بموضوع كهذا يعني لا يعتبر ضر. هناك أشياء مستعجلة في هذا البلد هكذا. ماذا تعني بهذه الأشياء المستعجلة؟ تحسين ظروف العيش، تخفيض الأسعار، لا تنتهي يا سيدي. لا تنتهي. هذا حقهم، هذا حقهم هم المعارضة يقولون. طيب أنت ما رأيك أنت؟ وهذا حق أنت. وهذا لا، إحنا نتحدث عن التعديلات الدستورية، نتحدث عن الجانب السياسي، وليس ولا نتحدث عن الجانب الاقتصادي. نتحدث عن تداعيات هذا الموضوع كما وضحت في بداية الحلقة. ليس هذا هو ما نبحثه الآن. أيوة. أنا أريد تعليقك على هذه النقطة. أنت بوجهة نظرك وأنت صحفي ومدير ناشر لوكالة المرابع ميديا، الوكالة الإخبارية، أنت صحفي زميل. ومشاهدة متابعة للشأن المحلي. يعني برأيك التعديلات الدستورية، التغيير العالم، يعني تعديلات شخصية، برأيك هل توازي، هل توازي، هل تستحق مثلا أن تنشغل بها الناس؟ هل ترى أن وضع البلد ووضع المواطنين بخير إلى درجة أنه يمكن أن الناس تنشغل بهذا وتهتم به إعلاميا أكثر من ظروفه، من بحث ظروفه وأشياء من هذا القبيل؟ أنا في اعتقادي بأن الدستور في حد ذاته مهم، يعني الدستور مهم جدا. وأعتقد أيضا بأن المعارضة لها الحق أن تنتقد وأن تقول ما تراه في وجهة نظرها هو الصواب. وأعتقد أيضا أن الأغلبية ترى أن الوضعية مريحة وأن الحياة المواطنين تسير بطريقة عادية، وأن الظروف تغيرت جدا خلال عهد الرئيس عبد العزيز في مأموريته الثانية، وهذا يقوله في مؤتمرات الصحفية ويقوله في مقابلات الصحفية معنا. ومن حق أيضا المعارضة أن تنتقد النظام، لكن النظام من جانبه يقول إن الأمور داخليا وخارجيا على ما يرام، وهذا ما يقوله كل طرف له حشته. سأنتقل بك إلى نقطة أخرى سيدي. يعني هو يقولون أن النظام يعني في وعيد الحوار الذي شارك به جزء من المعارضة وخرج بهذه التوصيات التي الآن النظام بصدد تنفيذها، وأول ما يبدأ به التعديلات الدستورية على ما يبدو، يعني مثلا في اجتماع سمري الليلة البارحة وقبل ذلك، يعني التقى رئيس الجمهورية البرلماني الأغلبية وأطراف المعارضة المشاركة في الحوار رغم غياب بياب، وعبر قال بأنه أنه يرغب في تمرير التعديلات الدستورية بشكل أولي عبر على مستوى الغرفتين، وبعد ذلك سينظر هل سيلجأ إلى الاستفتاء أو للمؤتمر البرلماني حسب تعبيره. صح. الآن المعارضة تقول بأن البرلمان نفسه غير شرعي، وتعلل ذلك بأن مجلس الشيوخ منتهي الصلاحية، والجمعية الوطنية أغلبية أحزاب معارضة غير ممثلة فيه. هل تعتقد أن البرلمان بهذا الشكل من وجهة نظر المعارضة على الأقل، فهمت، يحق له أن يغير الدستور؟ شفت، هذه مسألة مطروحة وليست من الآن، مطروحة قبل التعديلات الدستورية. لكن في اعتقادي أن ما دام لم تكن هناك انتخابات سابقة لأوانها، وهذا ما صرح به الرئيس ليلة البارحة خلال لقائه مع الأغلبية، أن هذه السنة لن تكون فيها انتخابات سابقة لأوانها، وبالتالي ما لم تكن هناك انتخابات للجمعية الوطنية للبرلمان، يبقى البرلمانيين الآن هم مثل الشعب. وفي اعتقادي بأن التعديلات إذا مرت عن طريق 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 البرلمان، وبعد ذلك هو رئيس الجمهورية خلال التسريبات التي وصلتنا لم ينتهي حديثه عن تصويت البرلمان على التعديلات الدستورية، قال بعد ذلك سنرى هل سيكون هناك مؤتمر برلماني أم سيكون هناك استفتاء شعبي. هذا فيه جواب للرئيس حزب الوئام بدو الهميد عندما طالب بالاستفتاء خلال مداخلته ليلة البارحة، أجابه الرئيس أن الآن سيتمرر عبر البرلمان، وبعد ذلك سينظر في هل سيتم مواصلة التعديلات عن طريق المؤتمر البرلماني أو عن طريق استفتاء شعبي. طيب سيد مصطفى محمد محمود، مدير وكالة المرابع ميديا، المشهد يتواصل، سنبحث في هذه النقطة أكثر إن شاء الله، لكن سأخذ فاصل قصير وأعود إليك.
شاهدي قناة مرابطون أينما كنتم، المشهد يتواصل والحديث هو عن التعديلات الدستورية في خضم ذلك لقاء التقى رئيس الجمهورية ببرلمانيي الأغلبية وأيضا أطراف المعارضة المشاركة، جزء المعارضة المشارك في الحوار الأخير. فاصل ثم نواصل. مجددا نرحب بكم مشاهدي قناة مرابطون أينما كنتم، عدنا إليكم مجددا والعود أحمد إن شاء الله. معنا المصطفى محمد محمود وهو المدير الناشر لوكالة المرابع ميديا، نجدد ترحيب بك. شكرا، مرحبا. يعني لن نبتعد كثيرا عن 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 لقاء الرئيس وعن تلك التعديلات الدستورية، فقط فيه في 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 طبعا الرئيس، يعني ما الذي يمنع على الأقل، يمكن لأي مواطن يطرح هذا السؤال، ما الذي يمنع أن يجرى حوار آخر يسمح بتمثيل شعبي أكبر عندما تكون تمثيل معارضة كامل في هذه النقطة كهذه؟ يعني الرئيس يقال بأنه قال أن ليس هناك حاجة لحوار ثاني والباب مفتوح لمن يريد الالتحاق بالحوار السابق. ماذا يمكنك أنت أن تفهم من هذه العبارة وما الرسالة التي يريد الرئيس أن يوصلها؟ واضحة جدا، هو تحدث عن هذه النقطة ليلة البارحة أمام أغلبيته في حفل العشاء، وأشار إلى هذه النقطة بالذات وقال لن تنتهي مأموريتي الثانية بحوارات. يعني هذا هو ما حدث في الآونة الأخيرة، أعتقد هو الحوار الثالث أو الرابع على ما أعتقد، وبالتالي هذا الحوار كان أشمل من سابقي، وبالتالي قال إن الحوار كيف يعني؟ بابه ما زال مفتوحا. كيف كان أشمل يعني؟ كان أشمل، حضرت بعض من 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 الرموز المعارضة لم تحضر في الحوارات السابقة. كيف هو حضرت حزب الوئام والتحالف؟ هذه نفس الأطراف اللي كانت تحاوره في كل مرة، يعني حضر حزب الصواب، هذه حضر الرئيس الدكتور يعقوب اللمين، حضروا بعض من أحزاب المعارضة. ليست الأحزاب التي كانت تقاطع المعارضة، كانت مقاطعة، لا زالت مقاطعة. هل هي نفس الجماعة التي كانت تحارب كل مرة الذي طرأ هو شخصيات ليس لا لا هؤلاء أحزاب، ما هي شخصيات، هؤلاء أحزاب، هؤلاء أحزاب موجودين، هؤلاء أحزاب وعندهم جماهير وعندهم مناصرين وعندهم حجم الأحزاب المقاطعة برأيك؟ شوف أنا في اعتقادي بأن الأحزاب، هو مهما كان حزب صغير أو كبير، عندما يقاطع لازم يبقى أثر مهما كان. فأحرى حزب بحجم تكتل القوى الديمقراطية لم يشارك، أحزاب المنتدى أيضا لم يشارك، أحزاب المنتدى ما هي كاملة كلها، حزب اللقاء، حزب التواصل، حزب يعني أحزاب كثيرة جدا لا يمكن أن تتجاهلها. يعني لا، ما لم تتجاهلها، يقير حزب اتحاد قوى التقدم، حزب عرق الأحزاب أيضا، صحيح، يعني أحزاب وازنة كبيرة جدا. هذه ما شاركت في المرة الماضية ولا حتى في المرة ولا شاركت فيها، لكن إذن هو لم يحاوروا حتى يكون ملول من حواراتهم ولم يأتوه أصلا. يعني هو يعني نفس المحاورون في الحوارات الماضية هي نفس هذه الحوارات؟ لا لا لا، فيه 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 زيادة. احنا كنا موجودين في الحوار، جلسات الحوار، في كان مشاركين من الداخل، في كان مشاركين من الخارج،
حتى الجاليات قدمت من الخارج وشاركت في الحوار، هذه أول مرة تخلق موريتاني، حتى لأن ما يسمى موريتاني الأعماق أيضا من الداخل جاء وشاركوا، لأن هذا يتعلق بكافة الشعب الموريتاني، لا يتعلق بحزب واحد، ولا يمكن أيضا مسألة جوهرية، لا يمكن أن تتوقف المسيرة عند الأحزاب، لازم أن تكون موريتانيا أكبر من الأحزاب، فهمت؟ أكبر من الأحزاب. عندما تشارك موريتانيا كاملة يقاوه هرت أحزاب ولا 4 أحزاب ولا 5 أحزاب لا يعني أن المسيرة توقفت. صحيح رئيس الجمهورية أشار إلى أن يعني برأيك الأحزاب التي برأيك لا مفتوحة برأيك الأحزاب يتحق بالحوار. طيب سيد مصطفى، يعني وفي مسألة هو أخرى، هو برأيك الأحزاب التي بقيت يعني ليست مهمة قليلة جدا، في مسألة أخرى من الغريب في الأمر، وهذا ما عبر عنه الرئيس مسعود في الذي لم يحضر رغم دعوته، لم يحضر إلى لقاء الرئيس. حضر عندما يحضر نواب حزب التحالف الشعبي التقدمي، حضر رئيس التحالف الشعبي التقدمي. هناك ممكن تكون أسباب قاهرة، من وجهة نظرك يعني. ممكن لا هذا هو هذا ما يقوله القراءة السياسية، قراءة هؤلاء النواب وهو استدعى برلمانيين، قراءة الواقع طبيعي أن يحضر، لكن لا ممكن يقوله ما يحضر إذا كان هو ما هو جاي لا هو راضي، قد يقوله ما يحضر لأنه نواب حزب التحالف الشعبي التقدمي، هو ليس نواب حزب الاتحاد من الجمهورية، نواب شعب، نواب شعب صحيح، نواب الشعب، لكن نواب الشعب من ضمن موقعهم لا يسمح لهم بأن يتعاملوا، لابد أن يتعاملوا مع الإدارة يعني، هذا لا 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 هذه قضية محسومة. لا ماني قايل ما يفش نظر أيضا. طيب برأيك كما المهمة كما قال هاي نقطة مهمة، كما قال الرئيس مسعود السائف قضية بطاقة التعريف في حوار مع في التسعينات مع نظام الطايع، حصلوا على شيء، قال ذاك اللي حصلوا عليه عقب بعد المعارضة ما شاركت استفادت منه كاملة، يعني هذا الحوار نتائجه اللي لا تخلق لا يستفيد منها حتى الأحزاب ما شاركت والناس ما شاركت لا يستفيد منها، لأن هي الشعب. ما الذي تريد أن تقوله بهذا الكلام؟ ما أريد أن أقوله أو أصل إليه هو أن النتيجة الإيجابية، النتيجة التي تحصل من هذا الحوار كاملة هي ملك للشعب الموريتاني، لأن هذه التعديلات الدستورية هذه التعديلات الدستورية، وفي مسألة مهمة جدا أنا أشرت إليها. هذه التعديلات تشمل سيدي، هذه التعديلات تشمل أيضا حديث عن توسيع صلاحيات الرئيس وتعزيزها وصلاحيات أيضا بعض المسؤولين الحكوميين الآخرين، وهذه النقطة ناقشها سيد الرئيس البارح مع 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 نواب أغلبيته، طرحت لا أبدا، وفي سياق طرحها قال هو هذا ما جاء، هذا هو السياق الذي قال فيه الرئيس. اسمعني سيدي، هذا هو السياق الذي قال فيه الرئيس بأنه لن يجري حوارا آخر والباب مفتوح، جاءت في هذا السياق. لكن أنا حسب اللي وصلني من المعلومات وحسب اللي توصلت له لم يتطرقوا حتى تعداد سوريا، ما فيها شيء خص رئيس الجمهورية ولا فيها شيء خص نائب برلماني ولا فيها شيء خص شخص، تعديلات الدستورية لا، وتم الحديث في الحوار عن تعزيز سلطة الرئيس وأيضا تعزيز توسيع صلاحيات وزير الأول إلى آخره، لا يمكن أن تكون تشاركت في الحوار وكل هذا شاهدناه، لا تأتي تقول هذا ليس موجود في الحوار، حوار فرص نوقش هذا وفي توصيات الحوار إضافة إلى العلم مرجويا شباب إليه دون أحمر وتغيير النشيد إلى آخره، هذه من النقاط التي طرحت هناك. اسمح لي، شكرا، اسمح لي، احنا نتحدث أمام المشاهدين. طيب هذه طرحت في الحوار، اسمح لي تحدث امام المشاهدين وهو سئل موفد فرانس 24 سأل الرئيس عن المواد المحصنه وعن سن الترشح، اجابه كما يلي، هذا موجود، قالوا العدل يغيرهم لا الرئيس اللي يجي بعدي انا، هذه اجابه شافيه، هذه امور تكون واضحه. طيب وايضا شملت ايضا مسألة أخرى في غاية الأهمية، هو عدم ترشحه، لم يتطرق إلى هذه النقطة وحدها، وإنما زاد أنا سأدعم شخصية لأنني كمواطن موريتاني سأساهم في رئيس بلاد المقبل، في اختيار شخصي، اختيار رئيس مناسب للبلد كمواطن هذا دليل على أن هاي تعديلات الدستورية، لكن المواطن هو رئيس يعني سابق وسيبقى رئيس في النهاية، يعني هذه مفهوم مفروغ منه، يعني كل رئيس سواء كان رئيس سيبقى رئيس له احترامه له رصيده. شوف في مسألة ملي، شفت الشعب الموريتاني مات للشعب اللي ممكن حد يأخذ ببساطة، الشعب الموريتاني شعب واعي، طيب شعب ناضج،
طيب ما 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 طيب ما ليست مشكلة الشعب، مشكلتي الآن هو التعديلات الدستورية ولقاء الرئيس البارحة. قلت ولا زلت أقولها أن الرئيس يعني أنت تعرف أن البارحة يعني بحسب ما وصلنا نحن في وسائل الإعلام النقاش تركز يعني على موضوع الحوار مع البرلمانيين في اجتماع مع الرئيس، وأيضا تحدث أمام أغلبيته إلى موضوع الجدل الذي أثاره مشروع قانون يمنح رئيس الحكومة بعض الامتيازات المتعلقة بجوازات السفر الدبلوماسية إلى آخره، وتلك المسائل يعني الشكلية، وعائلاتهم أيضا يحصلوا على هذا. وثمن أيضا في هذه السهرة وفي هذا السمر خطة أمل التي يمكن طبعا في هذا المجال يمكن الاعتماد على الذي قال بأنه يمكن اعتماد بلد على مقدراتها الذاتية. هذا اللقاء يقال بأنه استمر يعني لساعة ونصف أو ربما أكثر، لا أعرف أكثر. طيب تحدثوا عن موضوع مجموعة من النقاط يعني كثيرة جدا. على أي حال الرئيس ذكر أيضا في هذا الاجتماع قضية التعديلات تمرير التعديل بشكل أولي، وقال هل سجلت أنا يعني هو برأيك سبق وأن تعهد بتنفيذ توصيات الحوار الأخير، وقبل نهاية العام 2013 تعهد بأن التعديلات الدستورية ستحصل، استفتاء شعبي سيحصل، سبق أن صرح بهذا وتعهد به. الآن يأتي الحديث عن تعديلات عن طريق البرلمان بعد ذلك الوعد، أنت كيف تريد أن نتجاوز هذه النقطة دون توضيح؟ ماذا؟ يعني لماذا يعود عن 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 الاستفتاء؟ استفتاء شعبي سيحوله إلى مؤتمر برلماني، والبرلمان مستدعى في دورة فوق العادة وفي هذا التوقيت تحديدا، يعني كيف ترى دلالات هذه الوضعية بهذا الشكل؟ لا، هذا عبر عنه رئيس الجمهورية البارحة. أنتم كيف ترون التعديلات برأيكم؟ لا، أنا لا أستطيع أن أقول إلا ما قاله رئيس الجمهورية. وماذا قاله؟ قال عندما تحدث الرئيس بيجل وقال إن الحوار نتائج الحوار منها أن تكون التعديلات الدستورية مطروحة على الشعب، أن يكون هناك استفتاء شعبي. طيب قال له الرئيس، وهذا ما نقل لنا عن تسريبات الاجتماع، أجابه الرئيس بأن التعديلات التي ستمر على البرلمان الآن هي أولية ليس نهائي، وبعد ذلك سينظر هل هناك مؤتمر برلماني أم استفتاء شعبي. نحن الآن لا يمكن أن نحكم على أن هذا هي الخطوة الأخيرة، بل هي الخطوة الأولى. وهذا شفت احنا متناقضين غريب. نحن من يعني متناقض؟ نحن كإعلاميين، كسياسيين، كمحللين، يعني في بعض الأحيان أنت الآن ستتحدث باسم الجميع، يعني في بعض الأحيان نتناقض مع أنفسنا. الدستور يقول الإجراءات واضحة، لازم أن تمرر التعديلات عن طريق البرلمان، هذا يقول الدستور. عندما يمرر التعديلات الدستور يقول لا، احنا اخطانا ويجب ان تكون مباشره على استفتاء شعبي. الدستور مواد موجوده وماده فيه تقول ان لازم تمرر التعديلات. هذه ليست نقطه خلافه. لا احد تحدث عنه، طلب معارضه للصحافه. لا تتحدث عنه كثير، تمرير النقطه. الحديث عن ان يكون البرلمان هو وسيله التصويت وليس تمرر عليه. لا، حتى الان لا يمكن ان نجزم على ذلك. حتى الرئيس قال، دعني اسالك سؤالا، حتى الرئيس قالها، دعني اسالك سؤالا، بعد انقضاء ذلك العام الذي اجري فيه الحوار وانقضى العام دون أن يجرى الاستفتاء، الآن وفي هذه الظرفية تحديدا والأزمة السياسية لازالت متفاقمة، الرئيس يستدعي دورة برلمانية فوق العادة ويجتمع بعيد افتتاحها أو ابتدائها ببرلمانيين أغلبية ويحدثوا في هذا الشأن، وأيضا إضافة إلى مقابلة في فرانس فوتكات تحدث فيها عن هذا الموضوع. هذا الأمر برمته كيف تقرأه أنت في هذه الظرفية تحديدا يعني كمراقب؟ هذا حق منح الدستور؟ ليست هذه جدليتنا، أنت كيف تقرأ هذه الظرفية تحديدا؟ هذا يعني حق منح الدستور، من حقه أنه يصدر بيان مرسوم رئاسي لاستدعاء دورة استثنائية، وهذا ما حصل.
في هذا التوقيت من حقه ايضا ان يستدعي ان يستدعي اغلبيته ويناقش معها مواضيع الساعه فيما يتعلق بالتعديلات الدستوريه. الرجل يمتلك اغلبيه مريحه في البرلمان. المعارضه غير ممثله فيه اصلا، يعني هذا ما ينتقده المعارضون، يعني يقولون معرض لا المعارضه موجوده، المعارضه موجوده في حزب التواصل لرأس المعارضة، أغلبية المعارضة وله زعامة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا وهو حزب معارض معروف. ومن غيره؟ ها؟ ومن غيره؟ في رئيس حزب الوئام، في حزب الوئام حزب معارض، يعني أغلبية لم يشارك في الحكومة. أنت ترى أن أغلبية المعارضة رفض أن يشارك في ليس الحكومة. هذا موضوعي، ليس هذا موضوعي، هو حزب معارض، ليس هذا موضوعي. هل ماذا تعني بالمعارضة؟ ماذا تعني بالمعارضة؟ هل تعتقد أن أغلبية المعارضة هل تعتقد أن أغلبية المعارضة الآن ممثلة في البرلمان برأيك؟ لا، في معارضة ممثلة. لا أغلبية المعارضة ممثلة في البرلمان أم لا؟ لا لا أستطيع أن أقول أغلبية معارضة، ما في أغلبية، هي أغلبية لا 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 في النظام ما لا تعود معارضة، ما فيها أغلبية معارضة، لا معارضة تو مصطفى معارضة لا لا معارضة ما فيها ما فيها ما 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 قط علمت مصطلح يطلق عليه أغلبية في المعارضة ما قط سمعت يقال نعرف أغلبية في عند حزب حاكم والله عند النظام، يقال أغلبية في المعارضة نعرف معارضته، وأعتقد أن حزب الوئام من المعارضة، وأعتقد أن حزب التواصل من المعارضة. المصطفى تحت قبة البرلمان محمود المدير وكالة المرابع ميديا، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا، أعطيك العافية. شكرا مشاهدي قناة المرابطون، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم، إلى أن نلتقي مجددا، السلام عليكم.